صباح الخير. صباح النور. نتشرف بيكي فاطمة. ازاي يا فاطمة بتقدري تتجنبي هدر الطعام في رحلة التسوق بتاعت كل شهر؟ اول حاجة طبعا انا بعملها بجيب ورقة اكتب الطلبات اللي انا ممكن احتاجها طول الشهر، زي مثلا سمنة، زي مثلا زيت. طبعا على حسب عدد افراد اسرة. احنا مثلا اسرة 4 افراد، طبعا بجيب على قد الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في الشهر. زيت والسمنة كده كده يعني مش بيبوزوا بسرعة. حاجات بقى مثلا اللي هي عمرها قصير او اللي هي بتبوز بسرعة، مثلا جبن، لبن، طبعا بقلل كمياتها. طب ازاي يعني اصل معروف عن الناس كلها اول ما تدخل السوبر ماركت برضو الحاجات بتحلى في عينينا، خصوصا لو حاجات بقى ايه معمول عليها خصومات. بصي، هي لو حاجة عليها خصم واو لا هجيبها طبعا، واكيد هستخدمها لان انا دافعه فيها فلوس. بس لكن انجراف ورا الخصومات كده بلا هدف لا. بلا هدف لا، اما في ناس طبعا كده انا مش واحدة منهم. يعني بتلتزمي بالليست بالظبط، يعني لو افورت افور حاجه بسيطه.